السلام عليكم يا باشمهندسين. النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه وهي الباور فاكتور كوركشن. والاول عشان نعرف يعني ايه باور فاكتور كوركشن محتاجين نفتكر شويه حاجات الاول مع بعض، زي البي والكيو والباور فاكتور وكمان الاس او الابيرنت باور. طيب خلينا نبدا من الاول. احنا فاكرين مع بعض ان الفولتج عندي كان بيكون حاجه بالشكل ده، ساين ويف، بعبر عنها ان هي في بتساوي في ماكسيمم في ساين اوميجا تي بلس فاي. الاوميجا دي كانت بتعبر عن الفريكوانسي، ان اوميجا بتساوي 2 باي اف، والفاي دي كانت عباره عن الفيز شيفت اللي بيعملها او اللي بتعملها الويف فورم. فهنا انا عندي الويف فورم بادئه من الصفر، فالفيز شيفت عندي صفر. ممكن الويف فورم تكون بادئه من هنا، فيبقى ساعتها ده الفيز شيفت بتاعي او دي الفاي بتاعتي. تعالوا بعد كده نتكلم عن الاحمال في او انواع اللودز عندي في الشبكه الكهربائيه بتكون ايه. احنا عندنا اللودز اللي احنا اخدناها يا اما ار يا اما ال يا اما سي. فلو افتكرنا مع بعض، الار لود كان الفولتج فيه او الويف فورم بتاع الفولتج بتكون حاجه بالشكل ده، والكرنت ساعتها مع الار كان بيكون ان فيز مع الفولتج، فساعتها الكرنت بتاعي هيكون حاجه بالشكل ده. طب لو حبيت اجيب الباور هنا اجيبها ازاي؟ الباور هي عباره عن الفي في الاي، فساعتها الباور هتكون حاجه بوزيتيف وبوزيتيف، هتبقى بوزيتيف كده، وبعد كده نيجاتيف في نيجاتيف هتكون بوزيتيف كده. فالباور عندي بتكون بالشكل ده وبيكون ليها افريج. اقدر اقول ان دي مثلا الافريج بتاع الباور، فدي بنسميها الاكتيف باور. طيب بعد كده عندي ال لود. الاول لو جينا نعبر عن الفي ار والاي ار بالفيزر دياجرام، فكان عندنا الفي كفيزر هيكون كده، والاي هيكون ان فيز معاه، الكرنت ان فيز مع الفولتج. طب بالنسبه للال لود، بالنسبه للال لود لو بدانا بالفيزر دياجرام، فالفولتج كان الفيزر بتاعه كده، والكرنت بيكون لاج عنه ب 90 درجه في حاله الال لود. فساعتها كنت بقول ان الكرنت الاي بيلاج الفي باي 90 درجه. طب لو جينا نرسم الويف فورم، الويف فورم بتاعتنا كان الفولتج بدا عندي اهو، وبعد كده الكرنت لاج عنه ب 90، معنى كده ان هيبدا عند 90 من هنا، هيجي هنا هيبقى ده الماكسيمم بتاعه. خلينا نصغره شويه، هيبقى الماكسيمم بتاعه اهو. وبعد كده لما الفولتج يكون بزيرو ساعتها هيكون هو ده الماكسيمم، وبعد كده لما الفولتج يكون بتسعين هيبقى ده كده الصفر بتاعي، وبعد كده انزل هنا الماكسيمم تاني. طيب بدل ما نكمل في الجزء دوت، هنعتبر ان دي مش اول سايكل عندنا، وان التيار مع الفولتج كانوا حاجة عاملة بالشكل ده. لو حبيت اجيب الباور هنا، فالباور في الجزء الاولاني ده هيبقى بوستيف في نيجاتيف، فهيكون حاجه نيجاتيف بالشكل ده. طيب بعد كده بوزيتيف وبوزيتيف، هيكون حاجه بوزيتيف بالشكل ده. بعد كده نيجاتيف وبوزيتيف، هيكون حاجه نيجاتيف بالشكل ده. وبعد كده نيجاتيف في نيجاتيف، فهيكون حاجه بالشكل ده. فلو خدنا بالنا من الباور هنا اللي بيسحبها ال ال، هنلاقي ان الباور ملهاش افريج، الافريج بتاعها بزيرو، والباور بتكون في ربع سايكل consumed، وفي السايكل اللي بعده بتكون سبلاي تاني للسورس. يعني في الجزء ده الباور عندي نيجاتيف. طب ده معناه ايه؟ معناه ان ال لود هو اللي بيدي السورس بتاعي باور او بيدي له انرجي. في الجزء اللي بعدها الباور عندي بوزيتيف، فده معناه ان ال لود عندي بيسحب باور، وهكذا في التو سايكلز اللي بعدهم. فهنا بنلاقي ان الباور بتاعتي ملهاش افريج زي اللي قبلها. فعشان افرق دي من دي، فهنعتبر ان دي او بنسمينا دي سمينا دي الكيو، واطلقنا عليها اسم الرياكتيف باور، لان هي باور مش مستخدمه، الافريج بتاعها بزيرو، بتروح وبترجع من اللود للسبلاي. لكن الباور اللي فوق دي اللي ليها افريج سميناها الاكتيف باور. طيب في حاله السي لود كان شكله عامل ازاي كده؟ في حالة ان انا عندي سي لود كباستور، يعني الفيزر دياجرام بتاعه كان ده
الفولتج، وساعتها الكرنت هو اللي بيليد الفولتج باي 90 درجه، فبقول ان الكرنت بيليد في باي 90. ولو جينا رسمنا الويف فورم بتاعته، خلينا نبدا بالظبط زي ال ال، وتعالوا نعمل مع بعض كده عشان نحدد بس النقط دي. هنبدأ بالفولتج. الفولتج عندنا هنرسم الويف فورم العادية بتاعته اهي، وبعد كده الكرنت. الكرنت في حالة الكاباستور هو بيليد ب90، معنى كده ان هو بيسبق الفولتج ب90، يعني هيبدأ من هنا، هيبدأ قبل الفولتج ب90 درجة. فالكرنت عندي بيبقى حاجة عاملة كده. طيب لو عاوزين نجيب الباور، هنجيب الباور نضرب الربع الاولاني، هتبقى بوستيف وبوستيف، هتكون بوستيف كده. الربع التاني بوستيف في نيجاتيف، هتكون بالشكل ده، وبعد كده نيجاتيف في نيجاتيف بالشكل ده، وبوستيف في نيجاتيف فهتكون بالشكل ده. وهتكون هي دي الكيو برضو، هنلاقي ان هي نفس الكاركترستكس بتاعت الكيو، ملهاش افريج، وكمان بتروح وترجع من اللود للسورس، فهنسميها كيو وهنسميها ايه؟ رياكتيف باور. طيب ازاي نفرق ما بين الكيو اللي بيعملها او اللي بيحتاجها ال لود او الاندكتيف لود والكيو سي؟ هنفرق ما بين الاثنين. احنا لو بصينا على شكل الويف فورم بتاع الاثنين، هناخد بالنا من حاجه مهمه. لما في الربع الاول من السايكل، او لو بدانا عند تايم بيساوي زيرو اهو، بالنسبه للال فهو كان بيبعت الكيو بتاعتي للشبكه، لكن في حاله الكباستور، الكباستور كان بيكونسيوم. طيب السايكل اللي بعدها كان الاندكتور بيكونسيوم الكيو، لكن الكباستور كان ساعتها بيعمل ايه؟ كان ساعتها المفروض ان هو بيسبلاي كيو للسورس. فهنلاقي ان هما عكس بعض، التبادل بتاعهم عكس بعض، فعلشان كده بنعتبر ان الكيو بتاعت ال ال، او بنعتبر ان ال ال بيعمل كونسيوم او كونسامشن للكيو، فبعتبر ان الكيو بتاعته بوستيف. لكن في حالة الكاباستور بعتبر ان هو بيسبلاي كيو والكيو بتاعته نيجاتيف، لكن مش هو ده الحقيقي اللي بيحصل. الحقيقي اللي بيحصل ان هما بيتبادلوا مع السورس. يعني انا مثلا لو عندي دايرة بسيطة كده، عندي هنا السورس بتاعي، الجنريتور بتاعي او الفيشة اللي من الحيطة او ايا يكن، وبعد كده عندي ال لود. ال ال لود بيعمل ايه مع السورس؟ المفروض ان انا هنا في الربع الاول ال ال لود بيبعت كيو للسورس. طب الربع اللي بعدها هنا فيس 2 هنا، هلاقي ان السورس بدا يبعت كيو لللود، وهكذا. فده اللي بيحصل في الحقيقه، لكن احنا عشان نعبر عنه ونحل المسائل بتاعته، بنعتبر ان الكيو بتاعت اللود بوستيف، معناها ان هي كونسيومد، والكيو بتاعت الكاباستور نيجاتيف، معناه ان هو بيديها للشبكه. طيب تعالوا بعد كده نشوف او نسمع عن حاجه اسمها الباور ترينجل. علشان نفرق ما بين البي والكيو، قلنا هنعتبر ان البي هي الاكتيف باور والكيو هي الرياكتيف باور، فعملنا حاجه اسمها الباور ترينجل. الباور ترينجل ده بيكون عندي البي في الريال اكسس والكيو في الايماجينري اكسس، وبعبر عنهم ان دي البيو اللي هي الاكتيف باور والوحده بتاعتها وات، والكيو الوحده بتاعتها فار اللي هي فولت امبير رياكتيف. طيب مجموع الاثنين جمع اتجاهي، ونخلي بالنا من ان هو جمع اتجاهي مش جمع جبري، بنقول عليه الاس. طيب ايه الاس دي؟ الاس دي هي حاجه اسمها الابيرنت باور او القدره الظاهريه. انا دلوقتي لو عندي لود عباره عن ال ار ال لود مثلا، طب الار ال لود ده لو انا وصلته بسورس هيسحب منه ايه؟ المفروض زي ما احنا قلنا هيسحب بي، البي دي هتكون رايحه للار ودي هتروح ومش هترجع، وفي نفس الوقت هيكون بيسحب كيو، بس الكيو دي رايحه جايه مع مين؟ مع ال ال. فمعنى كده ان بيبقى في عندي طيارين ماشيين في السلك ده او في الكابل ده. الكابل ده هيكون فيه تو كارنتس، كارنت للبي اللي هو هنعتبره مثلا الاي اكتيف، وكمان
كارنت لل L اللي هو ال R ال I A reactive. طيب بنعبر عن كده ماثيماتيكال ازاي؟ بنقول ان ال S واللي هي وحدتها بقى هيكون فولت امبير، بقول ان ال S بتساوي ال B بلس جي كيو، طبعا بلس اور ماينس على حسب الكيو بتاعتي دي جايه من اندكتيف ولا جايه من كاباستور. وبتكون عندنا الزاويه دي بنسميها فاي، وبنقول مصطلح جديد بقى وديفينيشن جديد ان الباور فاكتور بيساوي كوزاين فاي، هيساوي لو بصينا للمثلث ده بي على اس. طب ده معناه ايه؟ الباور فاكتور هو ميجرمنت او قياس لقد ايه انا بستفيد من الباور اللي طالعه من السورس بتاعي. ما هو انا السورس هنا لو انا عاوز اقيس الباور اللي هي طالعه منه هعمل ايه؟ هحط هنا اميتر، وبعد كده هاخد على الطرفين دول في فولتميتر، وهقول ان الباور بتاعتي اللي ساعتها بنسميها اس او الابيرنت باور عباره عن الفي في الاي. طب هو الباور بتاعتي اللي عباره عن الفي في الاي انا استفدت منها بكام؟ ما هو انا الاستفاده بتاعتي هي عباره عن البي بس. فالباور فاكتور هو ميجرمنت اللي انا استفدت قد ايه من الباور اللي خارجه من السورس بتاعي. فعندي البي هتساوي اس في كوزاين فاي او اس في الباور فاكتور يعني في اي في كوزاين فاي، والكيو لو انا عاوز اعرف الرياكتيف باور هقول ان هي الاس في ساين فاي او في اي في ساين فاي. واضح لحد دلوقتي؟ لو افترضنا ان انا عندي مصنع بالشكل ده، المصنع فيه ار ال لودز، هو عباره عن معظم المصانع بتكون عباره عن مواتير، فالمواتير بتكون اندكتيف لود او ار ال لود. طيب لو انا عندي هنا المفروض الشبكه بتاعتي او الجنريتور بتاعي، المفروض ان الباور اللي ماشي هنا او الكرنت اللي ماشي هنا هو عباره عن ايه؟ الكرنت اللي ماشي هنا هو عباره عن الكرنت توتال اللي انا ممكن اجيب من خلاله الاس. لو افترضنا ان الاكتف باور بتاعه المصنع ده 300 والكيو بتاعته 400، يعني دي مثلا اعتبرها 400 كيلو وات ودي 400 كيلو فار، يبقى ساعتها الاس بكام؟ الاس هي الجمع الاتجاه للاتنين مع بعض يعني جذر بي تربيع زائد كيو تربيع هتساوي 500 كيلو فولت امبير. طيب يبقى الكرنت اللي هيمشي هنا هيكون جاي منين؟ هيكون جاي من الاس اللي هي 500 كيلو فولت امبير على الفولتج بتاع السبلاي بتاعي. طب انا دلوقتي اللي بستفيد منه او المصنع بيستفيد فعليا بايه؟ المصنع مثلا عنده مواتير، المواتير دي بتطلع ترك معين تعمل بيه حاجات معينه، سواء مثلا بيعمل درفله لمعادن او بيعمل سحب الحاجات، المهم ان الاوتبوت بتاع الماشين هو البي، هو اللي انا بستفيد منه، ده الترك اللي انا بستفيد منه فعلا. طيب يبقى ساعتها المفروض ان انا بستفيد بال 300 دي بس، يبقى الكيو دي المفروض ان الشبكه ما بت... يبقى انا ساعتها بستفيد بال 300 دي بس، المصنع عندي بستفيد بال 300 دي بس. طب انا كشبكه ايه اللي يخليني اعمل ديزاين او اخلي الكابل ده يستحمل الكرنت الكبير بتاع البي زائد الكيو؟ فعلشان كده الشبكه الكهربيه او شركه الكهرباء بتحكم على المصانع ان الكيو بتاعتها تكون قليله. معنى ايه ان الكيو بتاعتها تكون قليله؟ معنى ان الباور فاكتور بتاعها هيكون كبير، البي على الاس تكون اكبر ما تكون، تقريبا بتشترط عليهم ان هي تكون 95%. طيب الشركه المصانع بقى تقدر تحسن الباور فاكتور بتاعها ازاي؟ احنا كنا اتفقنا مع بعض ان الاندكتور والكاباستور بيكونوا عكس بعض، يعني لما ده بيكون بيتبادل الكيو مع السورس التاني بيكون بيسحبها من السورس. فلو حطيت كاباستور هنا، الكاباستور ده هيعمل ايه؟ الكاباستور ده ساعة ما هيكون بيدي كيو للسورس مش هيديها بقى للسورس، هيديها لللود. وساعة ما ال L هتكون المفروض بتاخد كيو من السورس هتاخدها من مين؟ من الكاباستور. فساعتها عملية التبادل اللي احنا قلنا عليها بتتم ما بين اللود وما بين الكاباستور وما بين الكاباستور وما بين اللود. ساعتها الكيو اللي بياخدها المصنع ما اختلفتش، بس بدل ما كانت بتجيلي من هنا
من السبلاي بتاعي بقت بتجيلي من هنا، وساعتها السبلاي بتاعي ايه اللي هيتسحب مني؟ بس لو انا افترضت ان الكباستور ده هيديني ال 400 كيلو فولت امبير، فساعتها في الكيس الجديده بقى اللي هيبقى ماشي هنا هيبقى الكرنت بتاع ال 300 كيلو وات بس، او بتاع البي بس. ليه؟ لان الكيو بتاعتي خلاص المصنع بدل ما كان بيرجعها للسورس وبيسحبها تاني من السورس بقى بيديها للكباستور وبيرجعها تاني من مين؟ من الكباستور. وهي دي عمليه الباور فاكتور كوركشن. عمليه الباور فاكتور كوركشن ان انا بحط كباستور على اللود بتاعي لو اللود اندكتيف، ففي الحاله دي بدل ما كان الاندكتيف لود بيبعت الكيو للسورس وبيرجع ياخده تاني من السورس، ساعتها بيعملوا عمليه التبادل دي مع بعض. طب لو بصينا على الباور تريانجل في الكيس الاولانيه، انا الباور عندي ثابته، الاكتيف باور بتكون ثابته. ليه بتكون ثابته؟ لان ده الاوتبوت اللي المصنع بيطلعه، ده الاوتبوت اللي بيطلع من الماشين نفسها او من الكومبوننتس نفسها، فالاوتبوت المفروض ما بيتغيرش. لو انا مثلا عاوز لو هشغل مثلا دفايه، فالدفايه دي المفروض البي اللي خارجه منها او كميه الحراره اللي خارجه منها ما بتتغيرش مع الوقت، لو سواء عملت باور فاكتور كوركشن او لا فهي ما بتتغيرش. لو مثلا عندي موتور، الموتور دوت بيشغل لي اسانسير، فالبي اللي بيبذلها عشان يرفع الاسانسير وينزله ما بتتغيرش لو انا بتكلم على البي ريتد، لكن الكيو هي اللي بقدر اعمل لها انهانسمنت او امبروفمنت عن طريق ان انا احط معاها ايه؟ كباستور بارل. فالبي عندي المفروض ثابته، والحاله الاولانيه انا كان عندي كيو واحد. طيب ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها ان انا حطيت كباستور. الكباستور ده عمل ايه؟ احنا قلنا الكباستور الكيو بتاعته بتكون عكس الكيو بتاعت ال ال، دي الكيو بتاعت ال ال اللي كتبناها، دي الكيو اللي كانت كونسيومد باي الاندكتيف لود اللي عندي، فالكيو بتاعت الكباستور هتكون حاجه عامله كده عكسها. طيب الكيو الجديده دلوقتي اللي هتبقى بتتاخد من الشبكه، الكيو الجديده دلوقتي هتبقى دي بس، خلينا نعملها بلون تاني. الكيوب جديدة هتبقى دي بس، دي هتبقى كيو 2 اللي في الحالة التانية. طب هتقول لي يا باشمهندس هو احنا ليه ما خليناش الكباستور يديني الكيو كلها؟ اقول لك لان ده مش ايكونوميكالي صح، اقتصاديا ما بنعملش اليمنتيشن للمشكلة كلها. هتلاقي كده ان اقتصاديا هتكلفك فلوس اكتر بكتير لو عملت اليمينيشن للكيو سي كلها او للرياكتيف باور كلها، فالافضل ان احنا بنعمل زي ما شركه الكهرباء محدده ان احنا بنليمينيت حوالي 95%. طيب في الكيس الاولانيه كانت دي الاس بتاعتي اللي هي اس 1، الاس الجديده بقت عامله ازاي؟ بقت دلوقتي كده اس 2. فهناخد بالنا ان انا في الكيس الاولانيه كان عندي فاي 1، دي بتعبر عن باور فاكتور واحد، وفي الكيس التانية بقى عندي فاي 2. فلو خدنا بالنا اصلا ان فاي 2 المفروض هتكون اقل من فاي 1، ده معناه ان كوزين فاي 2 اكبر من كوزين فاي 1، وباين هنا من الشكل ان اس 2 اقل من اس 1 لنفس مين؟ لنفس البي، يعني نفس الباور اللي عندي، نفس الباور اللي انا محتاجها. اس 2 اس الجديده بقت اقل من اس القديمه، فده معناه ان انا الجنريتور ده بدل ما كان بيطلع الاول الاس كلها اللي هي كانت عباره عن بي وكيو كبيره، بقى بيطلع نفس البي بس كيو اقل، فده هيخلي الاس دي اقل وهيخلي الكرنت اللي ماشي هنا كمان اقل، فده طبعا هيفيدني في الديزاين بتاع الشبكه. احنا كده قلنا المفروض يعني الحاجات البيزك اللي هنبدأ نشتغل بيها. عاوزين نعرف بس ازاي نحسب كيو سي دي، ازاي نحسب الكاباستنس اللي احنا محتاجينها عشان نعمل بيها باور فاكتور كوركشن. هي كيو سي هنا عندي بتساوي ايه؟ كيو سي المفروض هتساوي كيو واحد ناقص كيو اتنين. طيب انا ممكن اشيل كيو واحد واحط مين؟ مش هينفع نحط الاس لان الاس المفروض هتتغير، فعاوزين حاجه ثابته، فهنحط بي في تان فاي 1. لو بصينا للمثلث هنلاقي ان كيو 1 بتساوي بي في تان فاي 1 ناقص بي في تان فاي 2. يبقى انا عندي كيو سي هتساوي بي في تان فاي 1 ناقص تان فاي 2، وهو ده القانون اللي بنقدر نحسب منه
الكيو سي اللي احنا محتاجينها علشان نتحرك او عشان نحسن من فاي واحد لفاي اتنين. طبعا فاي واحد وفاي اتنين بنجيبها من الباور فاكتور بتاع الكيس الاولانية والباور فاكتور بتاع الكيس التانية. طب ازاي احسب بعدها الكاباسنس؟ احنا عارفين ان الكيو بتساوي في سكوير على اكس سي، اكس دي هنشيلها وهنحط واحد على اوميجا سي، يبقى بتساوي في سكوير في اوميجا في سي. يبقى لو عاوز اجيب السي هقول انها بتساوي الكيو على اوميجا في الفولتج سكويرد، وهو ده القانون اللي بنجيب منه الكاباسنس، وده القانون لو عاوز اجيب الكيو سي. طب تعالوا نشوف المسائل اللي في الشيت. اول مسألة عندي بيقول لي ان انا كان عندي لود بياخد 300 كيلو وات عند باور فاكتور كام؟ 6/10 لاج. يعني ايه 6/10 لاجنج؟ معنى 6/10 لاجنج، 6/10 دي يعني الباور فاكتور ب6/10، يعني كوزين فاي ب6/10. طب ايه معناه لاجنج؟ معناه ان هو اندكتيف لود. يعني ايه معناه اندكتيف لود؟ يعني لما اجي اقول ان الاس هتساوي بي بلس كيو جي، يبقى هقول بلس جي في كيو. طب ليه بلس مش ماينس؟ علشان اندكتيف لود. طب فالبار عندنا 300 كيلو وات، بيقول لي لو الباور فاكتور بتاع اللود بقى يونيتي، الجنريتور بتاعي اللي هو كان بيولد كهرباء للود ده اللي كان بيغذيه، هيقدر دلوقتي يدي باور تاني قد ايه؟ طيب بمعنى احنا الجنريتور عندنا بيكون الريتد بتاعه بالفولت امبير. يعني ايه فولت امبير؟ يعني بالاس، والاس دي ساعتها ممكن تشوف بقى انت هتوزعها كام بي وكام كيو. فاللود اللي كان عندنا كان 300 كيلو وات والباور فاكتور بتاعه 6/10. لو حسبنا من الباور فاكتور 6/10 ده هنلاقي ان الكيو بتاعه اللود كانت 400 والاس كانت 500. فالجنريتور بتاعي كان بيجنريت اس بكام؟ ب 500. طب هو دلوقتي بقى بيقول لي لنفس الجنريتور ده بنفس الكي في اي ريتنج الباور فاكتور بتاع اللود اتحسن وبقى يونيتي، الجنريتور ده يقدر يغذي حمل تاني قد ايه او يقدر يدي بي تاني قد ايه؟ فانا الاول هقول له الجنريتور ده الاس بتاعته كانت بكام؟ اس واحد. هنلاقي ان الاس بتساوي البي على الباور فاكتور، يعني 300 على 6/10 اللي هي 3/5 هتساوي 500 كيلو فولت امبير. يبقى ده الريتنج بتاع مين؟ بتاع الجنريتور. طيب في حالة ان الباور فاكتور بتاع اللود كان بقى بواحد، ده معناه ايه؟ معناه ان الباور فاكتور بواحد معناه ان البي المفروض هتساوي الاس، وفي الحالة دي الكيو هتكون بتساوي صفر. فده معناه ان الاس كلها بتاعة الجنريتور هتروح لمين؟ هتروح للبي. يبقى ساعتها البي الجديدة هتقدر تساوي ال 500 كيلو فولت امبير كلهم، بس اللي هي الوحدة بتاعتها كيلو وات. واقدر ساعتها اقول ان دلتا بي اللي يقدر الجنريتور ده يديها زيادة هتكون 500 ناقص ال 200 في الكيس، ال 300 في الكيس الاولانية، هتبقى الزيادة 200 كيلو وات. فناخد بالنا ان التحسين بتاع الباور فاكتور بتاع اللود خلى الجنريتور بدل ما كان الريتد بتاعه كله اللي هم ال 500 بتوعه كلهم يروحوا على باور 300 كيلو وات بس، لا لما حسنت الباور فاكتور وخليته بواحد قدرت احول الاس دي كلها لبي بس، واقدر اغذي لود تاني ب 200 كيلو وات جنب اللود الاولاني اللي هو كان 300 كيلو وات. شوف المساله الثانيه. المساله الثانيه بيقول لي عندي موتور شغال، الفولتج شغال على فولتج 400 فولت و50 هرتز، بيسحب كارنت 1.37 عند باور فاكتور 7/10 لاج. عاوزين نحسب الكاباستنس اللي هتخلي الباور فاكتور يبقى ب9/10. طيب المسألة دي ستريت فورورد جدا، احنا عندنا الفولتج بتاع الموتور وكمان معانا الكرنت اللي بيسحبه ومعانا الباور فاكتور القديم اللي هنعتبره باور فاكتور واحد، وعاوزين الكاباستنس اللي تحسنه لباور فاكتور اتنين.
طيب هنعمل كده ازاي؟ احنا قلنا القانون بيقول ان كيو سي بتساوي الباور في تان فاي واحد ناقص تان فاي اتنين. طب احنا عاوزين نعرف الباور، الباور هتكون في فاي في كوزاين فاي. الفي عندي بربعمية، الكرنت بواحد وتلاتين وسبعة من عشرة. طب كوزاين فاي بكام؟ كوزاين فاي هي الباور فاكتور اللي هي سبعة من عشرة، فهلاقي ان البي ساعتها بتمانية تمنتلاف تمنمية ستة وسبعين وات. طيب عاوزين نحسب تان فاي واحد، يبقى ده هيساوي الباور تمنتلاف تمنمية ستة وسبعين. تان فاي واحد دي اللي هي ايه؟ اللي هي تان كوزاين انفرس سبعة من عشرة ناقص تان كوزاين انفرس تسعة من عشرة. لو حسبنا دي هنلاقي ان كيو طلع باربعة الاف سبعمية اربعة وخمسين فولت امبير رياكتيف. لو عاوزين نحسب ساعتها السي، هنقول ان السي بتساوي الاوميجا كيو، اسف، كيو سي على اوميجا في سكوير. الكيو سي زي ما قلنا باربعة الاف سبعمية اربعة وخمسين، الاوميجا باتنين باي اف، اف بخمسين، والفولتج سكوير هيكون ربعمية سكوير. هنلاقي ان السي باربعة وتسعين وستة من عشرة مايكرو فراد. يبقى هي دي الكاباستنس اللي هتحسن الباور فاكتور بتاع الموتور من سبعة من عشرة لتسعة من عشرة. تعالوا نشوف المسألة التالتة. في المسألة التالتة هنا مديني ان انا عندي جنريتور بيغذي تلات احمال. اول حمل عندي هو عبارة عن لايتنج لود عشرين كيلو وات، والباور فاكتور بتاعه يونيتي. يعني ايه يونيتي؟ يعني واحد. طيب تاني لود اندكشن موتور مية كيلو وات عند باور فاكتور بيساوي سبعة من عشرة لاج. واللود الاخير سينكرونس موتور الباور بتاعته خمسين كيلو وات عند باور فاكتور تسعة من عشرة ليد. طيب ده معناه ايه؟ في حالة سبعة من عشرة لاج معناه ان الكيو هتبقى بوزيتيف عشان ده اندكتيف لود. احنا قلنا ال اللي هنعتبرها ان هي بتكونسيوم كيو. طب في حالة انه ليد ساعتها الكيو هتكون ايه؟ هتكون نيجاتيف. طيب ايه المطلوب في المسألة؟ المطلوب في المسألة عاوزين نحسب التوتال كيلو وات والتوتال كي في اي وكمان الباور فاكتور ات ويتش ذا جنريتور وركس. يعني عاوزين الباور فاكتور بتاع اللودز دي مجمعة مع بعض. طيب هنعمل كده ازاي؟ طبعا مش هينفع عشان نجيب الكيلو وات هنجمع اللودز دي كلها، لكن علشان اجيب الكيلو فولت امبير مش هينفع اجيب اس واحد. يعني مش هينفع كده اقول اس واحد بتساوي كذا واس اتنين بتساوي كذا واس تلاتة بتساوي كذا وساعتها اس توتال بتساوي اس واحد زائد اس اتنين زائد اس تلاتة. الكلام ده غلط. ليه بقى الكلام ده غلط؟ لان احنا قلنا الاس دي هي اتجاه، هي المفروض عبارة عن فيكتور ليه متجه. فلو بصينا مثلا للاس الاولانية، الاس الاولانية كانت عبارة عن 20 كيلو وات، المفروض ان هي يونيتي باور فاكتور. فلو رسمت الباور ترينجل بتاعها المفروض هتبقى دي البي، وساعتها الكيو المفروض بصفر، فساعتها اس واحد بكام؟ اس واحد هتكون بالظبط قد البي. طيب في الكيس التانية، الكيس التانية قال لي ان انا عندي الكيلو وات بتاعي 100 بس اندكتيف وتسعة من عشرة. معناه ايه اندكتيف وتسعة من عشرة؟ معناه ان الكيو بتاعتي هتكون كده طالما ليد، فدي هتكون الاس. طيب في الحالة التالتة دي اس اتنين. في الكيس التالتة، في الكيس التالتة اللي قال لي هيكون كاباسيتيف لود او باور فاكتور ليد، فده معناه ان الكيو في عكس اتجاه الكيو بتاعت ال، فهتكون حاجة بالشكل ده مثلا، دي كيو تلاتة ودي هتكون كيو اتنين، فساعتها اس تلاتة هتكون حاجة بالشكل ده. فما ينفعش اجمع جمع جبري لاس واحد واس اتنين واس تلاتة. علشان اجمع اس واحد واس اتنين واس تلاتة فانا محتاج اجيب سيجما الباور لوحدها ومحتاج اجيب سيجما الكيو لوحدها،
وساعتها اقول ان الاس او اس توتال هتكون سيجما الباور بلس اور ماينس على حسب السيجما كيو هتكون بكام، جي في سيجما كيو، ممكن نقول بلس على طول، بلس جي في سيجما كيو. فانا لازم افصصهم الاول لبي بي 1 وبي 2 وبي 3 وكيو 1 وكيو 2 وكيو 3، وبعد كده لما اجمعهم اجيب الاس توتال، ومنها اقدر اجيب الباور فاكتور توتال ان هو هيكون البي توتال على التوتال كي في. طيب تعالوا نفصصهم. اول لود هقول ان بي 1 كانت بتساوي 20 كيلو وات والباور فاكتور بيساوي 1، ده معناه ان كيو 1 بتساوي 0. طيب اللود الثاني قال لي ان بي 2 هتكون ب 100 كيلو وات والباور فاكتور ب 7/10 لاج، ده معناه ان كيو 2 هتساوي بي في تان فاي. هنحسب بقى بي في تان فاي بكام، هلاقي ان كيو 2 هتساوي برضو 100 كيلو فار. طيب انا ليه حطيت قدامها نيجاتيف؟ حطيت قدامها نيجاتيف علشان قلنا ان الكيو بتكون كونسيومد، فده معناه ان هي هتكون ايه، هتكون نيجاتيف عشان ده اندكتيف لود. معذرة يا شباب انا اتلخبطت في دي، احنا كنا بنعتبر ان الكيو يعني احنا قلناها صح كلام، بس عبرنا عنها ماثيماتيكالي غلط. الكيو اللي بتكون في الاندكتيف لود بتكون كونسيومد، كونسيومد ده معناها ايه؟ معناها ان هي هتكون نيجاتيف كيو، لكن الكيو بتاعه الكاباستور بنعتبر ان هي سبلايد فهتكون بوزيتيف كيو. فخلينا نرجع تاني كده ونصلحها برضو فوق في الكلام اللي احنا قلناه هنا. في حالة ال L load بكونسيوم كيو، فالكيو هنا نيجاتيف، لكن في حالة ال C load بسبلاي كيو، فالكيو المفروض ايه؟ المفروض بوزيتيف. فلو عندي اندكتيف لود او ار ال لود، ساعتها الاس هتساوي بي ماينس كيو في جي، لكن في حاله الار سي لود الاس هتساوي بي بلس كيو جي. انا بعتذر عن اللخبطه دي، بس ان شاء الله تكونوا فهمتوها. نرجع تاني للمساله. طيب اخر لود اللي هو البي 3 كان قال لي ان هو 50 كيلو وات والباور فاكتور بتاعه 9/10 ليد. ايه معنى 9/10 ليد؟ معناها ان ده كاباستيف لود، فالكيو بتاعتي بوزيتيف، فهحسب كيو بتساوي بي في تان فاي. تان فاي هجيبها من الباور فاكتور 9/10، يبقى كيو 3 هتساوي بوزيتيف 24.2 كيلو فار. طيب تعالوا بعد كده نحسب الكيو توتال او الباور توتال. الباور توتال هتساوي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 هتساوي 170 كيلو وات، والكيو توتال هتساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 هتساوي سالب 75 و 8/10 كيلو فار. ساعتها لما جبت البي توتال والكيو توتال اقدر اجيب ساعتها الاس توتال هتساوي جذر البي توتال تربيع زائد كيو توتال تربيع هتساوي 186 كيلو فولت امبير، وساعتها اقدر اجيب الباور فاكتور ان هو هيساوي التوتال كيلو وات على التوتال كي في اي، هيساوي 170 على 186 هيساوي 914/1000. طيب هعتبره بقى لاج ولا ليد؟ طيب احنا قلنا لاج او ليد بتعتبر على حسب التوتال لود كده دلوقتي اندكتيف ولا كاباستيف. انا هنا هعرف منين؟ بشوف الكيو بتاعتي، الكيو بتاعتي نيجاتيف، نيجاتيف كيو، فده معناه ان هو ايه؟ معناه ان هو اندكتيف لود او ار ال لود، فساعتها هتكون لاج، يبقى التوتال باور فاكتور بتاعي لاج. اتمنى تكونوا فهمتوا السكشن، ولو في اي حاجه ممكن نسال فيها السكشن الجاي. شكرا.